السلام عليكم متابعيني الكرام، ستكون لنا جولة في سوق بهلة، فتابعوني على هذه القناة. بخجل شديد تدب الحياة في سوق بهلة، أحد أشهر الأسواق التقليدية في سلطنة عمان، بعد أن كان يضج بالحياة عقودا طويلة. فقد السوق معظم تجاره وبيعيه من كبار السن، ولم يبقى فيه سوى قليل منهم يجاهدون ما استطاعوا لبث الحياة فيه. وزارة التراث والسياحة بترميم 64 محلا تجاريا من أصل نحو 140 محلا يتضمنها السوق. ارتبط كثير من كبار السن في هذا السوق على مدى عقود طويلة، ورغم أن الكثيرين منهم لم يعودوا قادرين على العمل فيه، إلا أنهم يحرصون على زيارته والمكوث لبضع ساعات ليسترجعون بعضا من الذكريات الجميلة. سنوات طويلة قضاها العم محمد تاجرا في السوق، لكنه اليوم يأتيه زائرا فقط لتفقد من بقي من رفاقه واستعادة ما علق في ذاكرته من قصص ومواقف. كان السوق هذا الزامت رقم واحد، لكن تدري قوله تعالى في كتاب العزيز وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما يبقى الشيء على حاله مثل أول. رحمة الله عليهم اللي كانوا يمارسوا الأعمال والتجارب وهذه المحلات، رحمة الله عليهم قليل منهم باقي. ويأمل أهالي بهلة ألا يؤثر غياب ملاك المحلات والبائعين سلبا على سوقهم الشهير، ويرجون أن يظل نابضا بالحياة ومزارا سياحيا بارزا إلى جانب القلعة التاريخية المواجهة له. سمير النمري، الجزيرة، من ولاية بهلة، شمال غرب سلطنة عمان.